من زمن الشوط الأول عن طريق محمد جبار في افتتاحية أهداف هذه المباراة، ثم أتى الرد من المنتخب التونسي في الدقيقة 14 عن طريق أحمد والناس، ثم المنتخب العراقي يعود مرة أخرى للتقدم في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب محمد جبار في هذا الهدف اللي شاهدناه بشكل جميل، ومن ثم المنتخب التونسي يعود مرة أخرى إلى التعادل في الدقيقة 26 من خطأ دفاعي عن طريق سيف الدين الجزيري، وتونس تنهي أهداف الشوط الأول بهدف ثالث وتفوق لصالح المنتخب التونسي في الدقيقة 35 عن طريق زياد عونلي، ثم ينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ثم المنتخب العراقي يعود من طريق ضربة أو ركلة جزاء في الدقيقة 73 عن طريق ضرغام إسماعيل، ليعود المنتخب العراقي بالتعادل بثلاثة أهداف لثلاثة، ثم تبدأ رحلة التقدم للمنتخب التونسي والتفوق في هذه المباراة عن طريق آدن رحايبي في الدقيقة 80 في هدف قد يكون مشكوك فيه راح نتناوله معاكم، ثم يوسف طرابلسي في الدقيقة 83 يهدي التفوق الأكيد لصالح